السلام عليكم ورحمة الله، معكم سيو سيراي، ومقطع اليوم بيكون شرح تحديث الفالنتاين أو يوم الحب، وبتكون اليوم الثالث بالتحديد. هالمرة 4 تحديات جديدة، ولو خلصت أول 3 فراح تاخذ 500 XP على الواحد، أما الرابع فراح تاخذ هدية واللي هي ألوان النزول، ولو خلصت 16 تحدي من تحديات يوم الحب فراح تاخذ باتل باس السيزون الثامن ببلاش. قبل أي شيء لا انسى لايك لو عجبك المقطع وفعل الجرس لأني أنشر شروحات كثير مهمة لفورتنايت، ويلا نروح للتحديات. شوي من وقتكم، شيء مره سريع. اول شيء هذا مو اعلان، وثانيا معنا قناه روني، عندي طلب مره بسيط وانكم تدعموه بالاشتراك، لان صراحه اني يستاهل، ويتعب على تصميم صور الفيديوهات، يتعب على المونتاج وترتيب القناه، ومره يتفاعل مع المشتركين، غير انه طبعا مره لعيب ما شاء الله ويسوي فعاليات كوستوم. قناه فلوسوف في الكومنت مثبت، ما راح ياخذ منكم 5 ثواني انكم تشتركوا، ولو اشتركوا اكتبوا لي في التعليقات ومره مشكورين. ونروح للتحديات، والتحدي الاول اللي معنا واللي عليه 500 XP، قم بزيارة 7 شلالات مختلفة في الخريطة. لازم تروح للعبة وتمر على 7 شلالات بالضبط. الشلالات هي الأماكن العالية اللي ينزل منها مي، ما عندي تعريف أحسن عن كذا. المهم أخليكم مع مقطع سريع، فيها أماكن 7 شلالات في الخريطة، وهي اللي تحتاجوها. زوروهم أو روحوا لهم في جيم واحد أو في أكثر من جيم، وعادي في أي مود ما عدا البلاي جراوند والكرياتيف. التحدي الثاني وكمان عليه 500 XP، لازم تدمج اللاعبين اللي ضدك بمجموع 500 دمج بس باستخدام الشوتجن واللي هو نوعين، البامب والتكتيكال، او باستخدام SMG واللي هو نوعين كمان، الكاتم والكومبات. شيل اي واحد من هالاسلحه ودمج مجموع 500 على اللاعبين اللي ضدك في جيم واحد او في اكثر من جيم، وتكون خلصت التحدي. التحدي الثالث اخر تحدي عليه 500 XP، افتح الصناديق العادية او صناديق الرصاص في مدينة ذا بلوك. مدينة ذا بلوك هي الموجودة في الزاوية اليمين فوق في الخريطة. المدينة هذه تتغير كل فترة في اللعبة، ولازم تروح هناك وتفتح الصناديق العادية او صناديق الرصاص، اي شيء تلاقيه هناك. تحدي مرة سهل، ما بياخذ منك اي وقت، 7 صناديق عادية او 7 صناديق رصاص او ميكس، المهم الاجمالي يكون 7، وتقدر تخلصه في جيم واحد او في اكثر من جيم على راحتك. التحدي الرابع واللي اذا خلصته راح تاخذ لون النزول. اوصل للتوب 10 مع صديقك في مود السكواد 3 مرات، شيء مره بسيط. ادخل انت وصديقك او اصدقائك لمود السكواد، ولازم توصل للتوب 10، يعني ظلوا عايشين لين ما يظل 10 فرقة بس في الخريطة، يعني 40 لاعب او اقل، شيء مره سهل. بس لازم تلعب مع واحد انت ضايفه، لو تضيفوا بعضكم هنا في التعليقات العبوا مع بعض وخلصوا المهمة. اهم شيء انكم توصلوا للتوب 10، يعني باختصار اسبنوا راح تخلصوا التحدي. وكذا نكون شرحنا كل التحديات. لا تنسوا تقيم المقطع بلايك، واللي حاب يدعمني تقدر تستخدم كود المتجر سيو عندكم، هذا اكبر دعم ممكن تسوي اي حد، مره شيء اسطوري منكم. كود المتجر سيو 3 احرف بس، وهو الشيء الوحيد اللي يدعم القناه. خليكم متراقبين لان معنا مقطعين في الايام الجايه، الاول هو شرح ذات الكرياتيف والموسيقى، المقطع يريد له شويه شغل، وبعد ما انزل لكم كيف تمطوا وتسوي ستريتش للشاشه، وبعدها راح نرجع لفيديوهات النصائح مره ثانيه. اشوفكم الفيديو الجاي ومع السلامه.